السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات. النهاردة حلقة مش عادية خالص، النهاردة حلقة هنحتفل بيها بالمولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. معانا ضيوف النهاردة هنقول متميزين في مجالهم. معانا النهاردة فقرة طبية، ومعانا الشيف. طبعا انتوا عارفين ان البرنامج لازم اساسي برضو الشيف، ومعانا مفاجأة بقى دي هتبقى في الآخر. يلا بقى نبدأ كده الفقرات عندنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس بعد الفاصل. وهنبدأ بقى فقراتنا ومعانا الشيف سمر سمير. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة دلي، منوراني حبيبتي. تسلمي، انت منوره الدنيا كلها، ربنا يخليكي. سمر، هقول لكم بقى، سمر من ساعه ان في بوست نزل ان سمر طلع معانا في البرنامج والاعداد والادمن بتاع الصفحه قفلنا التليفونات من كتر الناس بتسال سمر جايه الساعه كام وقناه ايه. سمر ساعة ما ادوني فيديو كده قالوا لي شوفي الفيديو بتاعها كده، لقيتها متحمسة ومجتهدة جدا وفعلا يعني واحدة بتشتغل من قلبها. فقلت لهم اوكي تمام، سمر تنور. من ساعة ما قلت الكلمة دي واحنا قافلين تليفوناتنا من كتر المعجبين بسمر. حياتي تسلمي، قلبتيلي الحلقة. ابص فين للمتابعين، يعني بصي هنا بصي هنا، عايزه اقول لكم انتوا وسام على كتفي مدى الحياه، بحبكم في الليل. ربنا يخليكي يا سمر وشرفتينا النهارده. حبيبتي قولي لي بقى هتعملي ايه؟ هنعمل، كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه المولد النبوي الشريف هنعمل تشكيله كده بسيطه من حلويات المولد. حلاوه المولد، يا سلام، مش عايزه اقول لكم بقى. كل سنه وانتم طيبين، وحاجه سهله. بصوا هتلاقوا الفن فعلا مع سمر ان شاء الله. النتيجه بجد، يعني النتيجه باذن الله تطلع صح ان شاء الله. يا حبيبتي نورتيني، تسلمي. هسيبك تبداي بقى او بدل ايه ابدا الفقره بتاعتي. جات لي اسئله كتيره قوي من امهات، وخاصه كمان الامهات الحديثه بقى اللي لسه مخلفين جديد ومش عارفين يتعاملوا مع البيبي، وطلبوا مني عايزين دكتور استشاري متخصص معروف، مش اي طبعا دكتور، يعني عايزين حد يثقوا في كلامه، ياخدوا بيقولوا لي ناخد المعلومه كده نطبقها. فطبعا ما لقيناش احسن من دكتور، اقول لحضرتك ايه، مش عايزه اقول، منورني. اهلا وسهلا بحضرتك، انا اللي اتشرفت بوجودي معاكم. اهلا بحضرتك. انا دكتور هاني مبابي. أيوة. استشاري اول جراحه الاطفال، هيئه مستشفيات التعليميه مع الناصر. معروف حضرتك، معروف جدا. اهلا وسهلا. في المجال، وطلبوا حضرتك كمان بالاسم، يعني المتابعين عندي طلبوا حضرتك قالوا لي احنا عايزين دكتور هاني. اهلا وسهلا، نورتيني طبعا. أهلا الحلقه. اهلا وسهلا. كتير قوي بيعانوا من موضوع الامساك. تمام. عايزين بقى نعرف كده من حضرتك، بس نشوف الاول الفيديو. تمام، ونرجع تاني لحضرتك. تمام، نشوف طبعاً الفيديو. شفنا دلوقتي الفيديو، فعلا الفيديو معبر عن موضوع الامساك اللي بتعاني فيه كل الامهات من البيبيهات، وخاصه البيبيهات كمان ايه المولوده اللي ما بتعرفش تعبر اللي بيوجعها. تمام، هنتفق بس في الاول كده ان احنا نعرف يعني ايه امساك. ايوه. نعرف يعني ايه امساك، يعني صعوبه في الاخراج. طيب كم مره؟ اقل من 3 مرات اسبوعيا، يعني ده اخر تعريف في 2017. انه يبقى اخر اقل من 3 مرات، اسبوعيا. والطفل يجد صعوبه في الاخراج، ممكن يبقى مصاحبه باعراض زي الم، او مصاحب بوجود البراز نفسه بكتله كبيره. وفي اخر تعريف قالوا قد تسد التويلت. تمام، ده الامساك. طيب نتكلم هو ايه انواع الامساك. عندنا نوع مهم جدا يجب ان احنا نهتم بيه ونشك فيه دايما، هو الامساك الجراحي. يعني ايه امساك جراحي؟ يعني امساك نتيجه وجود عيب خلقي، نتيجه نقص
الأعصاب الواصلة لآخر جزء في الأمعاء الغليظة والمستقيم والشرج. طب ده البيبي بيكون مولود كده؟ العيل الخلقي ده بيبقى الطفل مولود كده. هي طب نفرقه ازاي؟ انا عندي طفل اتولد، من اول حاجات اللي بتخلينا نشك ان الطفل ما يعديش البراز اللي هو الاسود اللي هو الاول براز بيعديه الطفل الا بعد 48 ساعه واكتر كمان. تمام؟ يعني الطفل المفروض يعديه، المفروض الام تلاحظه، واحيانا بيبقى في الحضانات فبيتلاحظ في الحضانه ان الطفل ده ما عداش اكتر من 24 ل 48 ساعه. ناس تقول 24 وناس تقول 48، خلينا في 48 لان هي في الاجماع عليها. تمام؟ وبعد كده الطفل ده يمشي ازاي؟ يمشي بانتفاخات مزمنه في البطن وما يعديش الا لما نضطر ندي له حاجه. ندي ايه؟ ندي ملينات، ندي البوس، ندي وات ايفر. يبقى الطفل ده مسدود من تحت، واحنا بنضطر نتخطى السدد ده بان احنا ندي له حاجات تسهل الموضوع. تمام؟ يبقى اول سؤال هنساله لنفسنا في الامساك عند الام، لو جت بالتعريف اللي احنا قلناه، هو الطفل عدى براز اول وقت في حياته بعد قد ايه؟ معظم الامهات تقول مش فاكره. لو هي ام واعيه وفاهمه وشافتنا خلاص، وشافت مثلا حلقه زي دي، هتبقى واعيه وفاهمه يعني ايه يعني ايه براز يعدي اول 24 48 ساعه، وهتبقى مهتمه. طيب لو هي مش فاكره هنسالها سؤال تاني، الامساك ده من امتى؟ لو قالت الامساك من ساعه ما اتولد، يبقى احنا ماشيين برضو في سكه العيب الخلقي اللي هو نقص الاعصاب. طيب نعمل له ايه؟ شكينا ان هو امساك جراحي وعندي كل الاعراض، طفل بيجي له انيميا، بيجي له احيانا بيرجع ترجيع اخضر، انتفاخ في البطن، في تاخر في النمو. نعمل له ايه؟ على طول بنبدا معاه ادويه الاول كنوع من انواع الاختبار هو هيتحسن. اول ما يشوف حاجز كده الاول يلجأ للطبيب طبعا. طبعا. وفي الامساك بنلجأ لطبيب اطفال او جراح اطفال، ويفضل الاثنين، لان هي دي حاجه مشتركه بيننا وبين دكاتره الاطفال، بين جراحين الاطفال ودكاتره الاطفال. فاحنا هنتابع وهنشوف الاول، وبعدين لو شكينا بنضطر نعمل حاجه اسمها اشعه بالصبغه، والاشعه بالصبغه بتورينا الجزء المسدود او الجزء اللي ضيق. الجزء اللي مبقاش فيه اعصاب هو الجزء اللي بيبقى ضيق وبعده بيبقى فيه اتساع، جزء زي فانل زي القمع وبعدين اتساع كبير. طيب شكينا في الموضوع ده، بنعمل ايه؟ بناخد عينه من المستقيم، نودي العينه دي اسم الباثولوجي تتحلل، وعندنا تحليلات دلوقتي كتير للموضوع، التحليل العادي خالص اللي هو الاتش اند اي، ودلوقتي في تحليلات مناعيه لزياده كفاءه نتيجه العينه. طيب جت نتيجه العينه قالت لي والله مفيش اعصاب، هعمل ايه؟ حضر الطفل ده العمليه. عمليه ايه؟ يبقى احنا بدانا بامساك وشكينا وعملنا الاشعه، والاشعه طالعه فيها شك كبير ان مفيش اعصاب، الطفل ده مخلق بجزء، الجزء ده عنده نقص اعصاب. يبقى هنعمل بعد كده العينه، والعينه جات اكدت التشخيص ان مفيش اعصاب فعلا، خلاص يبقى هنلجا للجراحه. طيب الجراحه بنعمل ايه؟ بنستأصل الجزء الضيق ده. تمام؟ ونعمل توصيل ما بين القولون السليم والشرج، ونتابع الطفل، ودي نقطه مهمه جدا. لازم المتابعه. لازم المتابعه، ما نعملش العمليه من ونمشي. ساعه ما يتولد لازم ياخد يمشي على متابعه. الاطفال في السن ده لغايه تقريبا 6 شهور يا دكتور ولا ايه المتابعه؟ المتابعه لا، الاطفال لما بنعمل لهم عمليه لا، ده احنا ممكن نتابعه لحد ما يبقى عنده 5-6 سنين، لحد ما ينتظم في الاخراج ويتحكم. طب لو عادي، لو طفل لسه مولود وما عندوش اعراض امساك، المفروض يتابع الوزن وكده قد ايه؟ لحد البلوغ كده كده الاطفال بتتابع معانا. وليها كيرفات في الوحدات الصحيه، المفروض في كل طفل بيتوزن ويتقاس طوله، ونشوف النمو بتاعه ماشي ازاي، ونشوف وزنه ماشي ازاي، طبيعي ولا مش طبيعي، وهو الجروس بتاعه والبرسنتج بتاعته قد ايه. طب نقول ايه للامهات اللي بتستسهل بقى يا دكتور موضوع لما تلاقي امساك تروح تقعد تديله بقى في ملينات وكده علشان الموضوع يمشي، وفي الاخر ما بتجيبش نتيجه، يعني حل مؤقت؟ نقول لها لو حضرتك عندك عربيه والعربيه عطلانه، ما بنروحش نصلحها مننا نفسنا. فما باله بطفلك.
لان كل الامهات كل حاجه وليها ساعات بيعملوا دكاتره بصراحه يعني بالظبط بيقولوا احنا عندنا خبره ودول بيبقى عندهم التاني بيبي او تالت بيبي اما اول بيبي ده بيبقى قلق وموضوع كمان الامساك ده بيسبب قلق جامد للام لان البيبي ما بيعرفش ينام من السريخ طبعا والتعب او في مشكله تانية في الامساك لو احنا بقى سيبنا الامساك الجراحي اللي هو دايما هيجيني باعراضه وبمشاكله الامساك الوظيفي اللي هو مش جراحي وده بيبقى سببه حاجه تريجرنج يعني الطفل اتعرض لصدمه عصبيه اسهال فعمل له شرخ شرجي واتيفر فحصل عمليه الاخراج نفسها هي عباره عن عمليه فيها هارمونكس فيها توازن وبالانس ما بين القولون ما بين الشرج وما بين العضلات لو البالانس ده اختل في الطفل بيخش في امساك مزمن وده اللي بيبدا لنا في اوقات محدده ست شهور سنه سنه ونص لو جات الام بتشتكي من الامساك وقالت ان هي كان الطفل طبيعي والله بدا لما يسنن جاله شويه اسهال وحصل امساك بعد كده نبدا نخش نشك في الامساك الوظيفي وده اللي بيجي له ملينات وده هو مزعج جدا اكتر من الامساك الجراحي اللي هو بنحتاج له عمليات ليه لان الطفل ده عنده عرض مهم جدا وكل الامهات بتلاحظه ان الطفل ده بيجي له حاجه اسمها ويز هولدنج مانوفر ان هو يقف على جنب ويشبك رجليه الاثنين ويدبدب في الارض مش عايز يعمل بالظبط الويز هولدنج من الحاجات اللي بتيجي تتوصف عندنا في العيادات تيجي تتوصف بالظبط زي ما هي كده طب دكتور ايه علاقه اللبن بالامساك هي علاقه شائكه اللبن يعالج الامساك زي ما احنا كلنا فاهمين ويعمل تليين لكن في عندنا حاجه مهمه في الاطفال لان احنا بنتعامل مع اطفال اسمها حساسيه الالبان فبقينا احنا عندنا كونتروفيرسي كده مشكله نوقف اللبن وما نوقفوش في الامساك الوظيفي كل الناس اجمعت ان احنا نوقفه 3 أسابيع ونختبر نشوف يمكن يكون الامساك ده هو عرض من اعراض حساسيه الالبان ساعتها لو وقفناه والطفل اتحسن يبقى خلاص احنا هنشفت على انواع لبن ما فيهاش اللاكتوز وهنبدا نغير من كونستيتيوت تركيبه اللبن نفسه ان هو ما بقاش فيه البان فيها حساسيات خلاص ودي بيكتبها دكتور الاطفال طيب لقينا الطفل لا ما اتحسنش وزي ما هو خلاص هرجع باللبن رجوع طبيعي للطفل ومنتجات الالبان ترجع بشكل طبيعي يعني هي علاقه شائكه ولازم حتى لما اوقف وانا عارف ان انا هرجع او مش هرجع وهشوف انا الطبيعي في عيادتي لما بيجيني طفل عنده امساك وقفني لـ3 أسابيع ونتابع نشوف وبشوف الامساك الوظيفي من الحاجات اللي بنتابعها بالاشعاعات بنعمل اكس راي ونشوف حجم القولون شكله ايه والله لودد مش لودد وبنبقى بندي ملينات وبندي ادويه بتريح عضله الشرج لان هو بيبقى عنده اختلال في الهارمونكس والداينامكس بتاعه الاخراج نفسها مفيش تناغم ما بين القولون وبين عضلات الشرج الداخليه والخارجيه فاحنا بندي حاجات تريحها شويه وتضيع الالم ونتابعه بقى ونشوف احنا والله الطفل ده ماشي كويس ولا مش ماشي كويس عن طريق نشوف حجم القولون وحجم الفيكال لودنج في الاشعه فنتابع الاشعه على الاقل كل 3 شهور كل 6 شهور بنتابع باكس راي يعني كده الام تعرف ان لازم متابعه عند الدكتور سواء حسيتي ان في امساك او مفيش لازم متابعه بالظبط دي نمره 1 للام طب جالي سؤال هو بعيد عن طبعا موضوع الامساك موضوع الاكل تمام عند الاطفال ياكلوا من امتى والبدايه تبقى ازاي هو بياكلوا هو ده طبعا شغل الاطفال مش بتاع اطفال هو بياكلوا من 6 شهور لان قبل 6 شهور عندنا حاجه اسمها اكسكلوسيف بريست فيدنج يعني رضاعه طبيعيه من صدر الام بس في فتره كده جراي زون اللي هي من 4 شهور ل6 شهور بنبدا نجرب فيها الاكلات وببطء شديد خلاص تحت اشراف طبي وبندخل الاكلات واحده واحده ونشوف لان احنا الطفل كائن احنا ما نعرفش هو عنده حساسيه لسه ايه. فبندخل بالظبط بنكتشفه بالظبط كده الام الذكيه تيجي تقول انا دخلت حاجه والطفل حصل له سكين راش او حصل له طفح جلدي وانا اضطريت اوقفها فبالتالي يبقى احنا شايفين وهي تبقى عارفة ان الكائن بتاعها الطفل بتاعها ابنها عنده مشكلة في ده نبدأ نشوف فدخول الاكل بيبقى بكميات قليلة فترات
ندخل حاجة أسبوع وبعدها ندخل بعد أسبوع تاني وطمننا الحاجة نزود تدريجيا. ما ندخلش حاجة مرة واحدة. تمام. أنا بس النقطة دي مهمة إن أنا هتكلم، عايز أتكلم على بنعالج لمدة قد إيه، لأن الكلام ده مهم جدا. اتفضل. بنعالج لفترة مساوية لفترة الإمساك اللي كان عليها الطفل. يعني لو الطفل جاني وعنده إمساك سنة هضطر أعالجه سنة. فترة طويلة، عشان كده بنقول ابدأ بدري على طول. أول ما تلاحظي على نفسك تروحي للدكتور على طول. ابدأي بدري عشان ما نطولش فترة العلاج. ناس كتير بنبدأ على العلاج يتحسن الطفل وبعدين نسحب، تيجي فجأة تقول لي لا رجع تاني. رجع تاني ليه؟ أنا وقفت العلاج ليه؟ شفته بيتحسن. يا فندم حضرتك بتربي القولون من أول وجديد، لأنه عنده خلل في ديناميكيات الحركة. زي ما واقف فترة خلاص هرجعه يشتغل الفترة التانية. في عرض مهم من اعراض الامساك عند الاطفال، ودي شكوى بتجينا في الاطفال اللي كبروا واتسابوا فتره طويله، اللي هو التبرز اللا ارادي على نفسهم. ودي بتجينا، ودي بتبقى نتيجه، وده بيبقى امساك وظيفي مش امساك جراحي، لان ده حاجه تفرقه مهمه جدا. بيبقوا عندهم امساك لدرجه ان هو مش حاسس بالبراز خالص في المستقيم، ففقد الاحساس الطبيعي بتاع الديزاير اللي عند كل الناس ان هو عايز يخش يعمل حمام، فيضطر يعمل تبرز، يحصل تبرز لا ارادي بالاندر وير بتاعه، وده طبعا بيأثر على نفسيته جدا جدا جدا، وبيخليه يحصل له سوشيال ويزدرول، الطفل ما يبقاش في المجتمع. وده عندنا سكورز كتير جدا بنتابع بيها الاطفال دي، بيتابع في المدرسه ولا لا. في اطفال جاتني عندهم مشاكل نفسيه من الموضوع ده. بسبب الموضوع ده، مش عارف يروح المدرسه، دايما ريحته وحشه، دايما عنده مشكله في فالحل ان احنا نتابع ونعالج بدري ونصحصح للموضوع. واحيانا الامساك الوظيفي بيحتاج عمليات برضه. في ايد الام. انا عايزه اقول كلمه للامهات. كل واحد ليه تخصصه. في ام تقول لي انا بقى خلاص عندي خبره فبدي ولادي والدنيا ماشيه وكده. لا، في حاجات معينه لازم تتعالج كده من الاول، زي موضوع الامساك. دكتور شرفتني جدا في الفقره، وان شاء الله مش هتبقى اخر فقره، حضرتك هتنورنا، لان في اسئله كتيره قوي، في موضوعات كتيره قوي، والناس فعلا طالبه حضرتك بالاسم. شكرا. وبشكر حضرتك اللي حضرتك سمحت لنا بالوقت اللي طلعت معانا وشرفتني في الفقره، وان شاء الله مش اخر مره، يعني حضرتك توعدنا ان دي مش اخر مره. ان شاء الله يا فندم. ميرسي لحضرتك. شكرا جزيلا. نطلع فاصل ونرجع تاني.